خبر جديد بيقول إن في أمل. مصر قدرت تزود إنتاجها من الذهب بنسبة 25% في أول 9 شهور من 2024، يعني الإنتاج وصل ل 700 كيلو بعد ما كان 560 كيلو في نفس الفترة من سنة 2023. قيمة الكمية الزيادة دي حوالي 1,500,000,000 جنيه. الشركة اللي حققت الطفرة دي هي شركة شلاتين للثروة المعدنية والتابعة لوزارة البترول، واللي بقالها فترة بتزود من عمليات البحث والتنقيب عشان تزيد إنتاج الذهب في الخمس سنين الجايين، وكمان تضاعف العائد السنوي من بيعه. في 2023 مصر كانت بدأت التشغيل التجريبي للذهب من موقع إيقات في جنوب مصر، واللي فيه احتياطات تقدر بحوالي 1,200,000 أونصة من الذهب بنسبة الاستخلاص 95%، واللي بتعتبر من أعلى النسب في العالم، غير إن ده استثمار مصري خالص. خطة الحكومة إنها تزود مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ل 5% بحلول 2030، ولذلك مصر مركزة على استغلال الموارد التعدينية في كل أنحاء الجمهورية ما عدا مناطق شبه جزيرة سيناء. ده غير الخطة الاستراتيجية للتوسع في إنشاء مجمعات للصناعات التعدينية، من ضمنها مجمع في أسوان، واللي بيتم تنفيذه دلوقتي لاستخلاص المعادن زي الذهب والفضة. ولو ما تعرفش شركة شلاتين للثروة المعدنية، فهي تأسست في 26 نوفمبر 2012 بموجب قرار من مجلس الوزراء كشركة مساهمة مصرية وفقا لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وكمان قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.